صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندما قال سليمان عليه السلام: لأطوفن اليوم بتسعين امرأة، هل يدل ذلك أن أزواجه عليه السلام كن أكثر من تسعين امرأة؟ نعم، يقالون إن عنده ألف امرأة، منهن جواري ملك يمين ومنهن زوجات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هذا فيه رد على الذين يطعنون على الإسلام أنه أباح تعدد الزوجات إلى أربع. هذا سليمان عليه السلام يقول: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، وهو من أنبياء بني إسرائيل، فلماذا يعيبون على الإسلام؟ دل على أن تعدد الزوجات شريعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.